على أنغام سودانية تراثية احتفل الكثيرون بافتتاح معرض الخرطوم الدولي للكتاب، الحدث الذي ينتظره آلاف من محبي القراءة، يقيم دورته السابعة بمشاركة نحو 150 دار نشر عربية وأوروبية وأسيوية. الجديد في هذا المعرض يمكن لأنه بعض المعارض ما قامت زي القاهرة للثورات التي قامت في هذه البلدان، فاتجه الناشرون إلى معرض الخرطوم الدولي للكتاب، يعني خلت عدد كبير من الناشرين يشاركوا. احنا قاعدين نطرح عبر موقعنا في الانترنت شروط المشاركة في هذا المعرض، كل من تقدم لهذا المعرض شارك في المعرض، وليس هنالك كتاب محظور أصلا. آلاف من العناوين لكبار الكتاب من مختلف أنحاء العالم وتظاهرة ثقافية عربية سوف تلفت الخرطوم على مدار 12 يوما فترة استمرار المعرض بكثير من الفعاليات الثقافية الفنية المختلفة. بلا شك أن الثقافة كلما انتشرت كلما تقاربت الشعوب وتقاربت الأفكار وتلاقحت الأفكار حقيقة، فإحنا اليوم في هذه الفعالية الكبيرة في الخرطوم بحضور نائب الرئيس وبحضور وزير الثقافة الذي هو من المثقفين المبدعين والراقين حقيقة، نحتفل بهذا المحفل الثقافي الذي يلم شمل المثقفين إقليميا وعربيا وإسلاميا. رحل شيخ الناشرين العرب العم مدبولي، لكن عطاءه ما زال باقيا، فها هو ابنه يواصل على نهج والده محافظا على الإرث الثقافي الذي تركه رجل يعد واحدا من أهم وأكبر الناشرين المصريين. اسم الحاج مدبولي طبعا اتعمل مش من فراغ، بتعب من السنين وشقة، والاسم ده مش سهل انه هو يروح كده. الحمد لله احنا لحد دلوقتي مستمرين على نفس النهج وكل حاجة، ومشين على نفس خطى الحاج مدبولي، وهو العناوين تشهد علينا. توافد الكثيرون لمعرض الخرطوم للكتاب في هذا العام، حيث تم تخفيض أسعار الكتب بنسبة 25% تحفيزا لنشر الوعي الثقافي بصورة أكبر، وإن كان من الخرطوم هذه المرة. رفيدة ياسين، العربية، الخرطوم.